ناس زمان قالوا شاقي ولا محتاج. الدنيا كست عليه ومعطاطة شيء. لكن الله أعطاه القوة وأعطاه كل شيء. السلام عليكم. نهارك مبارك. كيف الحال؟ شو الاخبار؟ شنو امورك؟ ربي يعاونك. كيف الاخبار؟ الامور طيبه الحمد لله. معليش ندور في مانيليا نتاع سانتا فيك احلى مانيليا. والله انا مانيش رباش، لكن الرباش اللي قدام شويه انا لقيت الخرده هنا. خرده؟ اي ان شاء الله. انت الاسم نبيل؟ نبيل. انا راني مبعوث ليك شخصيا. خير ان شاء الله. لا ان شاء الله خير. لا لا والله انا راني نبي، قالوا لي في واحد يشتغل يلقط في الحديد والبلاستيك. انا نحب يعني نجي لي شخص يكافح يحكي لنا قصه كفاحه، فهمت؟ ويحكي لنا كيف الشغل هذا، شنو يعني، شنو فيه من عائد، شنو فيه من صعوبات. سالنا قالوا لنا في شخص ما نبيل وجيناك طول. خلاص نكلموا الشباب تو يركبوا الوحدات بسرعه بسرعه. تمام نطلبك. نبيل سامحنا عطلناك يعني على شغلك احنا. معلش. نبيل احكي لنا كم نبيل لي في العمل هنا يعني. والله من 2012. من 2012. ايه الحمد لله. العيله ما شاء الله كبيره، 6 صغار وابوه وام 8. ما شاء الله ربي يحفظك. ما فيش خبر. عندك 6 صغيره معنا. ما شاء الله. وعندي بنيه مغوليه مريضه مساكينه. ان شاء الله ربي يشفيه لك يا رب العالمين. ويقروا كلهم، وكمان ندير شكي ونجي نلقط شويه خرده شويه بلاستيك كذا. ما نسقمش نوفق في عيشتي بكل. يعني انت من 2012 تلقط في البلاستيك؟ من الصبح لليل دركت، هذه عيشتي. تلقط في البلاستيك والحديد؟ بلاستيك والحديد. باهي قصدي فيه عايد كويس للبلاستيك والحديد. والله الحمد لله مصروفنا داب مكلتنا وشرابنا، يوم فيه يوم ما فيش. الحمد لله. الحمد لله. باهي نبيل ما خدمش خدمة ثانية قبل 2012 يعني؟ كنت ناخد في التروة 300 دينار. باهي وقفوا علينا التروة من 2014. كويس تمام. ايه معاش خلاص. لقيت روحك مضطر انك انت تنزل. سيف بالسيف اخي. هنا الحمد لله الشباب مرة يكمل في خدمتهم، يقولوا تعال لقط شوي خفيف هيك بتاع كراسيات مساند حاجة هيك مساحات. باهي ومرات ننزل نطر المكب باللوط اللي على البحر هذاك. شوف الحمد لله. ما يلا الحمد لله. الحمد لله. اسمع نبيل، ما دامك شخص تخدم وتكافح من اجل صغيرتك الحمد لله. الحمد لله يا رب. باهي نبيل تو انت لما تلقط في الحديد والبلاستيك المردود انت يعني في قديش تبيع فيه مثلا الكيلو ولا؟ والله في اليوم وكاني معنا خدمته كويس الحمد لله ديما 25 20. باهي الحمد لله. يسدوا في 6 صغار 25. لا لا ما يديروا شيء. شو بيديروا؟ هي غلبنية مرضت توا أسبوع اللي فات. والله العظيم 1250 دينار خلصت، ما كتب ربي وخلص أخوتي معي. والله ما زال يحقوني في 500 دينار اللي توا قاعدين. هذه صرمال الكبرى إن شاء الله. وماشي الحمد لله. حلا باي توا يودي مساكينة. والله عندها طخب في القلب بكي. هذه أما بنت الكبيرة؟ هذه صغيرة مساكينة عمرها 7 سنوات. إذا عندك بنات وكذاش عندك أولاد؟ ما شاء الله عندي 4 بناويت وزوز أولاد. إن شاء الله يتربوا في عزك. إن شاء الله يتربوا في عزك. أنت نبيل اللي قلت لي من يعني ديما تجي هنا ولا تمشي المكانات الثانية؟ لا مكانات ثانية لا، ما عنديش مكان محدد. ندور ونلقي شوية نبدأ اللقط توكل على الله. ما فيش في المكان هذا نمشي نتحول لمكان ثاني. ماشي الحمد لله. تسكن قريب من هنا نبيل ولا بعيد؟ لا مسافة والله. نسكن في مقورة والله. قديش تبعد المسافة مثلا انت؟ ما شاء الله تو احنا في المطرد هنا. باهي. ايه بين مقورة والمطرد يمكن حاجة 12 كيلو هكي. وكيف تجي انت من؟ والله مرات نجي في سيارة الوالد وكان ما عنده ما بيدير بها وكان ما هذا أول واحد الطريق. جيب. ايه الحمد لله. وباهي البضاعة انت هذه اللي تطلع فيها وين ترفع فيها؟ نكدس عند المبروك مرات هنا ومرات على الطريق نكدس فيها غادي أول واحد. مرات نحصل كرية بزوج جنيه ومرات ب3 جنيه للمكب قريبة هو. نبيع بضاعتي ونشدها على رجلي نروح.
كل يومك؟ يومي يومي. باهي نبيل، انت زي ما تعرف تو انت ما شاء الله عندك 6 صغار، يعني الله. اكيد نبيل اليوم اللي ما تفكر انه بيدير لهم مستقبل، يعني ثابت، يعني دخل ثابت. والله شو بنقول لك، ما عادش وفقت، والله العظيم ما عاد وفقت. صغار كبروا والعيشه صعبت، ما عاد وفقت بامانه. كيف ما عاد وفقت؟ ما عاد قدرت، ما عاد قدرت، والله ما عاد قدرت. عندي القولون متعبني وعندي اموري بالهون شويه هيك، والكبر حتى واخذ فينا حصه، نمشي المحل سوق يقول لي لا انا مش بيضه صغيره نبي نمشي نخدم. ما عادش وفقت. انت ترقت ببان ال والله هلبه، والله هلبه، يبوا شبيبه صغيره يبوا كذا يبوا. حتى انت صغير شنو؟ لا والله قالوا لي خلاص انت توفى. الحمد لله 48 سنه خلاص. بصحيحتك شنو؟ الحمد لله. الحمد لله. تو انا نبيل اللي فهمتها منك انك انت يعني خدمتك يوميه. يوميه. يعني يوم اللي ما تخدمش ما فيش. ما فيش. باهي نبيل يوم ما خدمش لا سمح الله لا قدر الله نبيل مثلا مرضة صارت اي ظرف اي طارئ معه كيف يتصرف نبيل؟ الحمد لله والله العظيم والله ما تعشيتني البارح. صبر بالك خلاها الله خلاها الله الحمد لله خلاها الله وخلي عزمك قوي. اللهم لك الحمد. خلي عزمك قوي. خلي عزمك ابوي. اللهم لك الحمد. خلي عزمك ابوي نبيل. خلاها لي ربي. وربي يرى ويرزقك، وما دام شخص انت تكافح يا نبيل ربي حيجزيك. اكيد. حيجزيك كل خير. صح. ودموعها ما راه وغاليات. الحمد والله لا غاليات راه. نعرفهم انا هذه الدموع من اجل صغارك. ان شاء الله ربي يحفظك يا نبيل، ان شاء الله ربي يحفظك. نبيل نبي نسألك، أنت ساكن بإيجار ولا ساكن في حوش ملك؟ كنت مأجر، وبعدين ماش وفقت في الإيجار، وليت لحوش العائلة مدارين جراج تحت حشاك مجاري وفونيا، فصلت درت دار وحمام وقعمت فيه أنا وصغيرتي. فوق غير صحي نهائياً. كيف؟ منهار الحوش بيطيح السقف ملوطك كله، حتى حشاك الحمام الباني متعدوش كسر خش لوطة، غير صحي. 3 متر في مجاري لط، صباح ياش تصب في المجاري تحت حوش. انت فوقها يعني باني؟ فوقها باني. حلم في الليل وكوابيس، ما فيش نوم، ما فيش، غير صحي. في الشتاء انا وصغاري والله العظيم في دار الخزين ورا الحوش في حوش اهلي، يقسم بالله ورا الحوش نبت. كله مية يصب، مش مسقف، مغشم تغشيم وخلاص. هو هني ايه في صرمان في ماقورة. نقدر نشوفوه يعني حتى من برا. تفضل. فيش مشكلة. ما فيش مشكلة بك. خلاص باهي نبي نمشوا مع بعض نحن باهي. تفضل. شوفوا الحوايج هيك ونمشوا مشوار وبعدين بنرجعوك هنا. تفضل. باهي. تفضل. سامحنا يا نبيل احنا عطلناك. معلش. خلاص برا معنا انت اليوم. ان شاء الله. اليوم فرغ روحك لنا هني اليوم. ما عندكمش مشكلة. ما عندكش مشكلة. يلا ان شاء الله يتعالى. زي أي أب هم الوحيد أسرته وتوفير عيشة كريمة ليهم. نبيل ورغم الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة ما استسلمش وما خلاش ينخدم. باش يوفر لأسرته لقمة الحلال وباش يعالج بنته اللي تحتاج لعملية. هل بحكايات في قصة نبيل اليوم وكيد دموعه وضحت كل شيء. انت رجل تكافح وتخدم وهذا رزقك ورزق صغيرتك وان شاء الله ربي يبارك لك. قالوا العصب طلب علي من دار سفلي ما وفقتش والله. الواحد يخدم في خدمة زي هذه شن بيجيب من دار ب400 و500 و600 والمعاد تحليلات بروحها قريب ب400 500 ما وفقتش. خليت على الله ماكلة بيضة نحصل ماكلة بيضة وخلاص في الليل ما نتعشاش بكل والله ما نتعش. الحمد لله الحمد لله. اسمع يا نبيل راك انت شخص تكافح من اجل لقمة العيش الحلال وتبي رزق صغارك بالحلال
تبي توكل هالستة صغيرة بالحلال وانت راجل راهو قدوة لكل شخص يقول البلاد هذه ما فيهاش خدمة. هاك رجل تنوض الصبح تاخذ البرويطة تلقط في الحديد وتلقط في البلاستيك وتبيع فيه بالكيلو، ومهما يكون حتى لو كان يعني العائد نتاعها قليل لكن ربي يبارك فيه. صغيرتك الحمد لله ترقد ما يبي منك حد. والحمد لله وان شاء الله ربي يبارك لك راه. وانت راهو شخص مكافح ونعتز بيك. قصدي يا نبيل راهو الشغل الراجل راهو اي خدمة راهي ماهيش عيب. شوف لنا الطريقة. سامحنا نبي. ها هذا الحوش اللي قاعد فيها. كيف المجاري ده؟ ترى كلها مجاري بادية. هذا باب الخندق من هنا خاص لي حتى حوش تهم العاشق ملتين. يعني هذا كله مجاري. كله مجاري تحتي. لا حول ما فيش ولا حتى كيف نتنفس. بيه. هذا كله طاح مغاري سكرته بالشمنت درت له طوب الحديد هذا كيف تبته. تطلع من جهة من برا هنا تشوفه كله الشقوق حتى شمس تبان. إيه. والله. والله قد فيش من شوية في الحصد. إيه الحديد مرة مرة. إن شاء الله ربي يكون في عونك. إن شاء الله ربي يكون في عونك. إن شاء الله ربي يكون في عونك. نمشي أنا وياك توكي نطلع شوية مدينة صرمان نديروا فيها دورة ونرجع وبعدين نرجعك لخدمتك بهي. سمحنا عطلناك على عمدك. هاي هاي تفضلي. اللقطات اللي كنتوا تشوفوا فيها في ليبيا ولناس ليبيين وحفاظا على خصوصيات نبيل ما بيناش نصوروا داخل، فالمشهد للأسف مؤلم هلبة. نبيل عانى هلبة وقاعد يكافح وكل ما عاقبات الدنيا بالتعب عاقبها بالصبر، وأكيد اللي يصبر ينول. افتح 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 الكون. هاي تعال ها. هاي تفضل. طبعا اسم برنامجنا العاطي حي. وإحنا سبب لا أكثر ولا أقل في هذا الرزق. هذا حوش ليك أنت وصغيرتك وإن شاء الله ربي يبارك لك فيه. إن شاء الله ربي يبارك لك. إن شاء الله ربي يبارك لك. هاي تفضل. ان شاء الله ربي يبارك لك فيه الحوش. هذه دار النوم. ان شاء الله غراج بات. طبعا هذه دار الاطفال وذاك الحمام. شوفوا المطبخ. هذا المطبخ كامل. غسالة وغازة وثلاجة. ان شاء الله ربي يبارك لك. يا رب العالمين. هذا حوشك انت وصغيرتك. وان شاء الله ربي يبارك لكم فيه. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله غير عجبك. ما شاء الله. الله يرحم والديكم ان شاء الله. خليها لربي ديما وكل امرك ديما لي ومهما الدنيا ضاقت بينا تفكر ان العاطي حي. خليها لربي ديما وكل امرك ديما لي ومهما الدنيا ضاقت بينا تفكر ان العاطي حي. اسعد ديما الفعل الخير تلقى الرازق يسعدك واللي كتبه ربي يصير عمر الخالق ما ينساك. اسعد ديما الفعل الخير تلقى الرازق يسعدك
نبي نمشي انا وياك نمشي نديروا عقد الحوش 5 دقائق نمشي نصوروا كيف ندروك العقد الحوش وحنا نردوك لعملك باهي يلا هاي ان شاء الله خير. اللي شفته توا يا نبيل ما يمثل شيء قدام اللي عشته واللي حسيته في حياتك، وانت تستاهل اكتر من هكي. وزي ما انت تبي تفرح عائلتك احنا اليوم بنزيد ونفرحوهم. فاش بنمشوف فاش بتمشوا في هادي ولا نمشوا هذيك نمشوا هذيك با طبعا هادي رزقك نبيل، هادي السياره اللي كنت ورزقك وربي يبارك لك فيها مع حوشك، وان شاء الله ربي يبارك لك فيها وتخدم عليها سيارتك وملكك ورزقك، وان شاء الله ربي يبارك لك. الحمد لله ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك ان شاء الله ربي يبارك لك. الله ربي يبارك لك. تفضل ايه اركب كاع مسفيه اركب في سيارتك. تفضل الله ربي يبارك لك فيها ولصغيرتك يا رب العالمين، ونحن سبب لا اكثر ولا اقل في هذا الرزق. لا ما تدور شيء ولا ما تدور حاجه، ربي يحفظك. اللهم امين يا رب. جيب فيها الصغيره وجيب فيها مقاتاتك والحوش. الحمد لله وان شاء الله ربي يحفظك. الله يسلمك ان شاء الله ربي يحفظك وربي يبارك لك. نهايه سعيده لقصه حزينه. برا اخوي نبيل ان شاء الله مفتوحه قدامك، وين ما تشور تنور ومقعد سلامه يا رب. تعال اخدم كافح موت صبح بكري توكى الله، تحمل الشمس تحمل المطر، العاطي حي وربي والله ما ينسى. زي ما خلق ربي السماء والمي وسخر الشمس من نور